لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. بصراحة أرودانا. نمضي برنامج بصراحة، وقد انضم إلينا زميلنا وشريكنا بحلقات الأربعاء الأستاذ عصام مبيضين. أما الكاميرا على الكرسي هذا البلاستيك أبو الأعرج، صح هيك، عافية. أهلا وسهلا أبو جلال. يا صباح النور أبو أحمد، تحياتي للمستمعين وللمشاهدين. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أسبوعنا إن شاء الله أنه خير يا رب. إن شاء الله في وجودك والمشاهدين والله والمستمعين. إحنا من الصبح بجوز سمعت يعني حكت الحجي حجي بركة، بتعرف الدعوات الحشمات الزينات هذول بيجنا هم البركة. على فكرة هذا ترى موضوع، هذا رصيد بأخذه أنا كل يوم الصبح، بودعه هم البركة، بودعه في حسابات وخزائن رب العباد. هذه الدعوات وهذه المحبة والله هي الرصيد الفعلي الحقيقي، وهم البركة. طبعا انت ما بيجيك شيء ولا شيء، انت مقهور. حتى زيد يعني زيد بيجيوش غير بس دعوات من زنارة تحت، بس على الاغاني اللي بحطها، انت فهمت كيف؟ زيد مشغول في الحفله تبعه، مش الحفله تبعته قاعد يدور على فيها. بس رايحين نروح للزلمه نتواسط بنشوف قديش نحسب له حساب على الحفله. ماشي اوكي، يا اهلا وسهلا بك يا ابو جلال. طيب على ولاياك بشرف اختك خفف. الله يرحم ايام زمان، كنا نتسمر امام جهاز التلفاز يا استاذ عصام، ماسكين قلم وورق. التعديل والله صح، تلاحظ شو حكيت؟ قلم وورق، فهمت كيف؟ مش ورقه وقلم. نشرت اخبار الثمانية. فهمت كيف؟ طبعا المصيبه انك تكون سامعها والاسماء تنشر على اذاعه الكيان الصهيوني قبل ما تطلع لنا على صح ولا لا؟ صح. بالله عليك صح ولا لا؟ انه فتره السبعينات والثمانينات يا اخي كانوا بيملكوا اجهزه رصد ملايين الحرسي. لا، اغلب المسؤولين كانوا في تلك الفتره، ويمكن لحد الان كثير منهم بيرغبوا دائما انه يعطي المعلومه الخاصه او الحصريه لوكالات اجنبيه. يعني حتى اذا هاي مش وكالة اجنبية، هاي وكالة عدوة يا زلمة. لا انا قصدي يعني مثلا كانت البي بي سي ايضا كانت على، والله البي بي سي كانت تبث قبلنا احنا. كانت ايامها. بس انا مثلا حتى تشكيلة الحكومات في الفترة الاخيرة كان دائما تصدر من فضائيات او وكالة، الوكالة الفرنسية وكالة رويتر. طيب السؤال القوي، نعم، ليش هذا البهتان في اللون؟ ليش برود النواجد تجاه تعديل؟ يعني أنا حقيقة ممكن أوجه سؤال يعني لمتابعينا الكرام. إحنا بالعادة مش كل حلقات الأربعاء بنفتح قناة الاتصال نسمع آراء المواطنين، واللي هي تعطي مدلول مهم لمش بس الحكومة، أركان ومفاصل كثيرة في الدولة تعطي انطباع، هي عينة. مش كل يوم بيطلع لنا معهد من هون ولا من هناك، ساوى دراسات وإلى آخره، ناس بشكك فيه، إحنا بنطلع وبنشوف هالناس شو بتطلع وبتحكي. فجاوبني على سؤالي، ليش هذا البهتان؟ يعني البهتان لأنه المواطن بطبعه ذكي، يعني يرصد بين التغييرات المتعاقبة للحكومات وتغييرات بعض المواقع للوزراء والحصاد أو النتائج على أرض الواقع. يعني هل أصبحت أنه مثلا، يعني أنا محضر أرقام يمكن كثير راح تكون مفاجأة، أنه سرعة التغييرات. يعني مثلا يختار الوزير، بعد 4 أشهر يتم تغيير نفس الوزير، برد برجع نفس الوزير. وحكينا الأسبوع الماضي حلقة كانت سببت لنا اتصالات ودوش الشركات والوزراء السابقين. إذن ما في أسس للتغيير، ما في، المواطن لم يلمس نتائج على أرض الواقع من الناحية الاقتصادية، من ناحية الخدمية، من الناحية السياسية، يعني بنسب كبيرة مشان ما نكون إحنا عدميين. هذا أدى أنه يعني طيب إجا فلان أو تغير فلان، يعني شو الإضافة؟ وخاصة أنه سهولة الوصول إلى الموقع الوزاري هذا أمر خطير جدا يمس هيبة الدولة. يعني إذا بنلاحظ أنه مثلا كثير الآن يعني إحنا بوسائل الإعلام نتعرض إلها، أنه الكل بده يقول لك حط اسمي هالتشكيلي. طب يا عمي ما إلك فرصة، بقول لك يا عمي حط فرصة اسمي لعل وعسى. يعني سهولة أنه الكل يريد أن يصل إلى موقع
معالي، الكل يريد أن يصل إلى كرسي الوزير. يعني هذه ظاهرة جديدة في الأردن، كان الوزير أو المكان في 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 نفس الوزارات، المسؤول الأول له هيبته، له رونقه، له قراراته. ولكن يعني من تقريبا من 10 سنوات بدت الأمور بانخفاض حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وشعور عام، ولغاية الآن الأسماء متكهنة يعني لم تثبت بعد، ولكن يعني بتحوم حوالين اسمين ثلاثة صاروا يترددوا كثير. هل من الممكن أن نصل إلى مرحلة يا أستاذ عصام بأنه إحنا لما نختار هذا الشخص نختاره مش بناء على قناعة بس لأنه ما فيش غيره؟ ممكن نوصل هذه المرحلة؟ يعني هي في مجموعة من المحددات بتحدد أي رئيس وزراء أو الاختيار للوزراء، هي الكوتا، كوتة المحافظات والمناطق. يعني بعض مرات أنه قد يضطر إلى اختيار وزير أضعف ولكن بحكم الكوتا. والنقطة الأخرى أنه لا يوجد رئيس وزراء يختار التشكيلة كاملة. يعني هناك جهات تتدخل أيضا في تزكية بعض الأسماء. إذن أي رئيس وزراء يواجه أمرين، الكوتا للمحافظات والمناطق وتزكية بعض الأسماء. هذه الأمور أنه يؤدي إلى وجود فريق أمام رئيس الوزراء، هذا قد يعاني من عدم الانسجام، عدم الترابط في داخل الحكومة. يعني فحرية الاختيار ليست مطلقة لرئيس الوزراء. طيب، برضو طرح ثاني خطر في بالي، هلأ لما حكومة تيجي ورئيسها يساوي التعديل الأول، التعديل الثاني، التعديل الثالث والرابع داخلين عليك. ماشي أوكي. والرابع يا سيدي، السؤال إذا إحنا بالدولة الأردنية لما رئيس الحكومة ينتقي الفريق الأول، أول فريق بيبتدي فيه نشاطه كرئيس حكومة، ولاية حكومته وفترة حكومته وصلاحياتها وبيجري عليه تعديل، بتقول والله بده يحقق انسجام، نزل هالشباب في أرض الملعب وما لقاش الانسجام والتناغم كما هو، تجمطها ولكن تعتبر بأنه هذا تعديل قد يعطينا نتيجة أفضل وقد لا يعطينا نتيجة أفضل لأنه جاء كخيار أخير للحكومة، بيجي تعديل ثاني بصير بتقول طيب مدام هو مقتنع بهذا الفريق اللي الآن سوينا عليه تعديل ثاني، ليش جاب هذولاك من الأول؟ وخصوصا لما بيكون في تغيير، مش انه تفقد الثقة اكثر لما بصير في تعديل ثالث ورابع، ولا بتحس بانه الامر انه ما فيش بايدينا شيء، احنا خالين الوفاض وبالتالي بس عملية بس بغير هذا وجيب هذاك. اثنين في موضوع التغيير يا استاذ عصام، عم بتحس بانه في مناقلات داخلية، يعني أنت تنتدب وزير النقل بتحطه وزير زراعة، تنتدب وزير زراعة بتحطه وزير صناعة وتجارة، تنتدب هذا كأنه يا أخي ما كانش هذا الوضع زمان. لا ما كانش، كان يعني فترة بالذات فترة الثمانينات ولمنتصف التسعينات، لا كانت هناك محددات. يعني مثلا سريعا بالأرقام أبو أحمد، 17 شهر إلى حكومة الرزاز، 4 تعديلات. 17 شهر مضى عليها؟ نعم. تتذكر لما كانوا يقولوا أعطونا 100 يوم حاسبونا؟ بالضبط، 4 تعديلات، 17 شهر، 4 تعديلات. يعني 4 تعديلات، يعني في الصحة 3 وزراء، في التربية 1 2 3 4 5 6 وزراء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يعني احنا نحكي يعني مثلا، يعني خاصة انه الحكومة كان شعارها النهضة في قطاع التعليم والصحة، انا ليش ناولت القطاعين هذول بالذات، الصحة والتعليم. عيد لنا بالله الأرقام يا أستاذ عصام. الصحة 3 وزراء، يعني باشر مع أول تشكيلة الحكومة الوزير محمود الشيا، دخل بتعديل الوزير غازي الزمن، خرج بالتعديل جاء الوزير سعد جابر. وزراء التربية يعني كان عزمي محافظة، حادث البحر الميت رحم الله الأطفال، جاء وزير العدل بسام التلهوني مؤقتا خرج، جاء وليد الأستاذ وليد المعاني، بعديها جاء الأستاذ مبارك أبو يامين لظروف عرسه غادر، مؤقتا الأستاذ بسام التلهوني، وأخيرا موسى المعيط، وفي وزير جديد. أنا في عندي يعني ظروف، عدم الاستقرار. أنا في عندي ظروف قد ما أكمل معك من هون للساعة 8، في بصراحة جيراننا ناويين يساووا قراص بسبانخ، فظروفي اليوم لا تسمح لي بأن أكمل قراص بسبانخ بالنسبة إلي.
عندي، وخصوصا بتعرف موسم عصر زيتون. استاذ عصام، يعني استطرادا واستكمالا للموضوع، عم نحكي قاعدين تقول 17 شهر. نعم. فورا انا بادرت وقلت لك، قلت لك تتذكر لما كانوا يقولوا اعطونا العطوه 100 يوم 100 يوم شوف كم يوم مضى فوق الحوافز. المؤتمر الصحفي تبع الحوافز. طيب، في شم ريحه على مواقع ثابته، مواقع ستتغير، يعني اختلطت الامور، ولكن يعني بعض الوزارات يمكن انه بدوا يحسموها. توقعاتك؟ يعني ما بدنا تسجل علينا، يعني لانه ممكن يصير تغيرات، تكهنات، يعني قد تكون حسمت موقع وزير الاعلام لأمجد العضايلي. النواب الرئيس الاثنين باقيين، عفوا نائب الرئيس باقي، رجاء المعشر، وزير الداخلية الترشيحات انه ايضا باقي، وزيرة الطاقة باقي، وزيرة السياحة باقي، حسب طبعا المؤشرات مشان ما تسجل علينا نكون دقيقين. يعني بتكلموا عن انه وزارة الاشغال ووزارة البلديات قد تكون فيها مناقلات، انتدابات زي ما كان، انتدابات. يعني هذه الامور علما انه متغيرة الامور، بس هي قد تكون اليوم او غدا، يعني حلف اليمين. هو احنا في التغير، يا اما نكرر المكرر بالضبط، يا منجيب ناس جديد ويدخل علينا برواتب وتقاعدات الوزارات، ندخل بنجيب اسماء وزارات وبتدخل الوزراء دخلوا وطلعوا أمومي عارفين ليش دخلوا. انا بدي جبت حالي اذا بتسمح لي. يعني مثلا في احد الوزيرات طبعا، وهي صرحت مشان يعني ما تعتب علينا، اللي هي نادية العالول، يعني قالت انه انا استدعوني اعمل وزارة شؤون المرأة اللي ترغب في تأسيسها في حكومة فايز الطراوني. وعندما شكلت الوزارة تم اعطائي مكتب بعيدا عن مكاتب وزراء الدولة، وخصصت لي سكرتيرة فقط. بعد وقت قصير اضطرت لنيل إجازة أمومة السكرتيرة، فلم أبقى إلا لوحدي ولم أعرف ماذا أعمل وما هي الوزارة. حتى خرجت بالضبط، حتى خرجت إنه بقول لك، حتى إنه مؤتمر لما اضطريت أعمل مؤتمر اضطريت أحجز قاعة في وزارة الصحة لأنه ما في مخصصات مالية أو ما في قاعة عندي، أنا والسكرتيرة موجود والسكرتيرة غادر. إذن بنحكي إنه كيف إنشاء الوزارات وإطلاقها بدون يعني دراسات. يعني لليوم مثلا من حوالي 10 سنوات لا زالت مسميات الوزارات تتغير، فك دمج، يعني الآن ممكن يكون تفكيك للثقافة عن الشباب بعد ما كان، وممكن الزراعة عن البيئة، وممكن التعليم العالي عن التعليم بعد ما كان الدمج. يعني هل الأردن بعد هذه السنوات الطويلة لم تستقر حتى على ثوابت في موضوع الوزارات؟ يعني لماذا يترك العنان لأي رئيس وزراء أنه بتغيير فك ودمج وخلافه؟ لماذا لا تكون هناك ثوابت أنه حتى بعدد الوزراء؟ يعني أنا عمل دراسة فترة من الفترات أبو أحمد عن مسميات الوزارات، يعني وحتى عددهم، يعني غريب جدا، بتدخل وزارات تغيير مسميات، وزارات تغيير الليبلات طباعتها لاحقا، يعني ما في استقرار، ما في ديمومة استقرار. وتجسد انه حتى ب 17 شهر صار 4 تعديلات اللي هي حكومة الرزاز، وهلم جر على الحكومات اللي كانت قبل وربما على الحكومات اللاحقة. حسب ذاكرتك، ما هي الحكومة اللي اخذت المركز الاول بعدد التعديلات؟ يعني هي حسب الذاكرة، لا أنا مثلا عندي أنه عدد التعديلات الوزارية منذ تشكيل الدولة الأردنية كتعديلات 142 تعديل. يعني بتشكل الحكومة تستقر التغيير اللي بيجرى على الحكومة، عددهم 142. يعني يوجد لدينا 42 رئيس وزراء وحوالي 100 حكومة منذ حكومة إمارة شرق الأردن عام 1921. حوالي 100. إذن يعني أنا يعني عندما نتكلم عن 142 مقارنة بالرقم اللي قبله،
يعني 100 حكومة أو ممكن 101 1.4 للحكومة بالضبط، إنه يعني إنه التعديل مقارنة الرقم مع التعديل معناته التعديلات تفوقت على تشكيل الحكومات، وهذا مؤشر يجب الوقوف منه إنه تدقيق الاختيار. مؤشر بمغص بصراحة يعني بصيب الإنسان بمغص. صح، 142 ل100 حكومة، يعني في في ما زلت مصر على السؤال. آه ليش حالة البهتان والتفاعل من المواطن من الإعلام مع موضوع هذا التغيير؟ يعني البهتان ممكن تربطه بأمر آخر أخطر أبو أحمد، اللي هو أنه لو عمل الاستطلاع في برنامجك الكريم أو على الهاتف أنه كم المواطنين اللي بيعرفوا أسماء الوزراء واختلاطهم معهم أو مين الوزير الفلاني شو مستلم، رايح تكون النسبة مذهلة ونسبة كبيرة جداً، يعني نسبة كبيرة من الأردنيين لا يعرفوا، معناته هذا مؤشر أنا اللي بيني وبينك متر ونص ما فهمت شو اللي بدك يا يعني لو طرح سؤال في استطلاع على المواطنين قامت فيه الأخت بيان أو على الهاتف إنه مين عدلي أربع وزراء في منطقة هيك شعبية ناس مشغولين 24 ساعة في همومهم، كم تتوقع النسبة إنه بيعرفوا؟ ما كثير بيعرفوا هذاك اليوم بيعرفوا. موضوع الأحزاب بتتذكر فهي نفس الإشي زي ما حكينا على الأحزاب. إذن إذن يعني هذا بثبت لك إنه عدم اهتمام. لا طرحنا راح يكون كالتالي بالضبط، يعني هل يشاركنا المتابع بأنه في حالة من البهتان والاهتمام بموضوع التعديل الحاصل، والسؤال ليش؟ يعني هل هو مربوط بقناعة المواطن الأردني بأنه لا تغيير، ولا يرتبط بذهن المواطن الأردني بأنه ممكن أن يحصل تغيير مهما كانت الفرص ضئيلة؟ يعني هذا سؤال سهل سلس بإمكاننا أنه إحنا نجاوب عليه بتلقائية. لماذا؟ هل هي موجودة ولا لا؟ وإذا كانت موجودة ليش هذه حالة البهتان؟ وهل هي مربوطة ب قناعتنا بعدم حصول تغيير في المنهج في السلوك في الإدارات، ولا لا التغيير حتى لو كان بتعديل حكومي بسيط للمرة الرابعة في حكومة واحدة ممكن يؤدي إلى إحداث شيء مختلف؟ عبر رقمنا بواسطة زين على 0796900. ناخذ اتصال. ألو نعم. صباح الخير. صباح الخيرات. كيف حالك سيدي؟ يا اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. ربي يعافيك. والله يا سيدي انا عندي تعليق بسيط او كلام بسيط جدا بخصوص، يا سيدي بخصوص الوزارات اللي عمالها بضلها تتغير وهالشغلات. تفضل يا سيدي ينال. ينال نغوي، اهلا وسهلا. نعم. احنا سيدي العزيز كمواطنين يعني اللي شايفينه كلها وجوه تتغير ووجوه بتيجي يعني زي حجار الشطرنج، بس هلا المشكلة الأكبر اللي شايفينها إنه مجلس نواب، ما في عندنا مجلس نواب حقيقي اللي يجي يخوف رئاسة الوزراء أو الوزراء إنه يكون في محاسب إلهم للوزراء شو اللي عم بيساووه. فما رح يجيك أي وزير أو رئيس وزراء حاسب حساب إنه في حدا رح يحاسبه. بس فمن يوم من 20 سنة خلينا نحكي كيف يا سيدي نال؟ ما في جلسات ثقة وفي يعني استجوار. السلطة التشريعية ومجلس النواب ومجلس الأعيان في إلهم بحدود سلطتهم مسؤوليات، الآن ما بتدخلوا بعمل السلطة التنفيذية بانتقاء وزراء وإجراء تعديلات، ولكن بالنهاية إلهم دور عن طريق ما يسمى بجلسات الثقة، منح الثقة. إذا سمحت يعني أعطيني أنت ببرنامجك شو عملوا لنا مجالس النواب اللي اجى، بس شو عملوا لنا؟ شو حاسبوا اي وزير او رئيس وزراء كلف البلد خساره بتوقيع عقد او بتوقيع اي شيء؟ وين المحاسبه صارت؟ بس ببرنامجك اللي احنا كلنا بنحبه وبنحترمه واحنا كلنا بنحبه، هذا شرف عظيم. يعني هذا السبب اللي بيخلي عندك حاله من عدم النفس، خلينا نقول نفسك طبعاً مشكلة، لأنه ما في محاسبة. هلأ بدي يجي أي واحد بيقول لك هذا إحنا اللي طلعناه مجلس النواب، لا سيدي مش كلنا إحنا اللي طلعناه. هلأ في مشاكل كثير سببت إنه المجلس النواب مجالس النواب عمالة بتطلع مع احترام الشديد، فرج على جلسات مجلس النواب لما رئيس مجلس نواب يقول لك يا مواطن أنت ما إلك دخل،
كيف يا مواطن انت ما إلك دخل؟ لما يحكي لمواطن انت ما إلك دخل. بعدين معلش اذا سمحت لي يعني، فرجلي انا كمواطن، انا كأردني، عرفت، احنا كلنا بنحب البلد وبنحب العائلة الهاشمية، وبنقول ما بتقدر البلد تمشي بدون العائلة الهاشمية، وهذا الكل بيتفق عليه والكل معاه، تمام. لانه يعني كلنا لا سمح الله بندق ببعض، لانه مين بده يستلم اذا لا سمح الله بدنا نوصل لهالمرحله هاي لا سمح الله، تمام. بس تعال فرج لي على الصحه، انا كمواطن بهمني الصحه والتعليم اكثر شيء. شو صار عندي انا بالصحه بعشرين سنه، وشو صار عندي بالتعليم بعشرين سنه؟ كنا قبل، انا عمري 45 سنه لما كنت ادرس بالمدرسه كان بالصف يدعو 25 30 طالب، روح لي هلا على مدارس الحكومه 55 طالب في بالصف. روح هلا على اي مستشفى اذا بتاخذ موعد قبل 3 اشهر يعني بجوز يجيك عزرائيل لا سمح الله قبل لا تاخذ الموعد، يعني تاخذ موعد من عزرائيل عشان تموت قبل لا تاخذ موعد عشان تروح على المستشفى. وصلت فكرتك يا سيد ينال. مع احترامي يعني لو في محاسب، انا هذا القول، لو في محاسبه صحيحه من مجلس النواب عندنا للوزراء ولا رؤساء الوزراء بتلاقي التصرفات مختلفة كليا. أشكرك يا سيدي، شكرا، بارك الله بيك. الفكرة ببساطة يقول انعدام نظام الحسبة، نظام المحاسبة. نستمر بتلقي الاتصالات وناخذ آراءكم. ألو. نعم. ألو، صباح الخير. صباح الخيرات، يعطيك العافية. ربي يعافيك. هلا، صباح الخير لك وللجميع. تسلم، يبارك بعمرك، شكرا جزيلا. حالة البهتان اللي صاير حاليا صديق العزيز هي لأنه ما في أي إنجاز يذكر، وكل وزير بيجي بيشيل اللوم على اللي قبله، همه يغير مكتب، يغير طقم سكرتيرات، يغير أي شيء لا يعني، يعني زي اللي بيلبس إقرافه وهو حافي برجله أجل لكم الله. البس برجلك يا معالي الوزير وبعدين البس الإقرافة. الشعب بده خدمات، بده ناس ذات مسؤولية تطبق رؤى جلالة الملك، هم بيجوا عبارة عن آلهة مصغرين، ممنوع تفوت مكاتبهم. ألا نظلمهم؟ ألا نظلمهم يا أستاذ حاتم بهذا الفكر؟ نحكي عن النسبة العظمى، وأنا من الناس، عشان هيك يعني ارجع لورا 10 سنين كنت أحفظ التعديل الوزاري كامل، الآن ما بعنيني اسم أي حدا ولا يعني سعر غيري، مش كثير مهم مهتم مين فات ومين طلع، لأنه هم بطلع خال عم نسيب صاحب قريب، أو زي ما تفضلت قبل شوي ما حد بيعرف ليش جاي. بس تنفيعات شخصية، وهذا محسوب على فلان وهذا محسوب على فلان. لا يعني احنا قبل أسبوعين وبجوز حتى أنا شوي زادت وتيرة الحدة عندي بالحديث لما حكينا على مناصب تتعلق باستشارات تزكية لفلان وفلان بحكم علاقته بهذا البني آدم ولا بحكم قربه لهذا البني آدم، وحقيقة يعني تجاوزنا على موضوع سكرتيرة بتاخذ آلاف، تجاوزنا على موضوع أنه فلان ينسب وغير مؤهل، يعني التجريب المجرب، وصار الموضوع بأنه إحنا حتى المناصب العليا وعقود شراء الخدمات صارت عليها العين كثيرة، مع ذلك تم ضرب هذا كله بعرض الحائط وثارت ثائرتنا قبل أسبوعين. الآن كيف أنا بدي أثق بهذا التعديل؟ شو اللي مفروض إحنا كحكومة تساويه حتى حاتم العتوم ومثله مثائل يثق بأنه هذا التعديل يصب في مصلحة؟ تغيير يحمل تغيير. لما يصير تعيين كفاءات، لأن الشعب الأردني يعادل 10 مليون ساكن، خلي 5-7 مليون أردنيين، خلي 5-7 مليون أردنيين، 5-7 مليون فيهم 100,000 كفاءة وكفاءة، لا يعني سين بدون ذكر أسماء عشان ما تنحسب علي، لا يعني إنه سين من الأسماء هو اللي عم بتعاقب على كل وزارة. مرت عليك لعبة المنقلة يا حاتم؟ بعرف تعرفها؟ بعرف. شفت حجار المنقلة كيف بتداور بهالجوار؟ هم بالأول وبالأخير هم ما في سين وفي صاد وفي عين، في 100,000 كفاءة في الجامعات وفي المدارس وفي بيوتهم معطرين مش ملاقين لقمة خبز ياكلوها، هذول أولى يكونوا في موقع المسؤولية. أشكرك حاتم لاتوم من جرش، يسعد صباحك صباح أهلنا في جرش. ناخذ اتصال آخر، نذكر بهاتفنا 079-6900. ألو. نعم. ألو، تفضل. صباح الخير سيدي. صباح الخيرات يا سيدي رعد، أخرج سمعتك. هلا أستاذ رعد، يا مرحبا. صباح الخير أبو جلال، كمان يسعد الحلوة. تسلم سيدنا. السؤال هنا بطرح نفسه، لأنه كل موازنة بتيجي
ونحط موازنة ونضبطها. في سؤال بطرح نفسه، المياومات تبعات الوزراء والموظفين الدرجة الأولى كيف تنحسب هاي؟ هل هو موظف وبأخذ راتب وله كمان مياومات لما بطلع من إربد أو من عمان لإربد له مياومة، وكيف تنحسب هاي؟ طيب هذا السؤال سيدنا. أشكرك، موضوع خارج الخط الأساس النظام بحكمه 100%، وفي ديوان المحاسبة يراقب على. ناخذ اتصال. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عامر مبيدين يا سيدي. هلا أستاذ عامر، أهلا فيك يا سيدي. أنا عندي ملاحظة، أنا مع دمج الوزارات لأنه عدم المؤاخذة، يعني كثرة وزارات، كثرة رواتب وكثرة مصاريف، شايف كيف، وكثرة التقاعدات، والبلد مو متحمل هالسواليف هذه كلها. هاي نقطة. نقطة ثانية، أنا بدعو يعني الوزراء أسبوعيا يعني يقابلوا الناس يوم في هالأسبوع، اللي عنده شكوى، اللي عنده شغلة يستقبل الوزير، لأنه مرات الموظفين ما بعطوه يعني مطلبه، ولا الوزير بعطيك مطلبه، الوزير بده يرجع للموظف المختص. يا أبو مبيضين يا سيدي على راسي، برجع للموظف المختص، بس يعني ضروري الوزير يكون عنده فكرة كمان. مرات يعني في شغلة مظلمة عنده، يعني أنا واقع في مظلمة أقول لك إياه يعني، وما نقدر لا أجاب الوزير ولا ما في مشغول. مظلمتك وين؟ اجتماع. مظلمتك وين؟ بأي وزارة؟ مظلمتي يا سيدي أنا ابني معاق عنده نقص أكسجين لما انولد. وزارة الصحة يعني؟ لا مش وزارة الصحة، أنا مأمن ابني، لكن عنده نقص أكسجين وبيطلع له إعفاء جمركي، واحد قال ورق قال لجنة، اللجنة الأولى بتصنفه إنه معاق وإنه لجنة كاملة صنفته فحصته كاملة، هاي اللجنة الأولى فحصته كاملة رغم إنه معاق وإنه بيستحق الإعفاء، رغم إنه موضوع يعني مش مش موضوع غير مهم، لا موضوع مهم، ولكن احنا اللي قاعدين بنحكيه على فريق وزاري يراقب وينفذ سياسات عامة للدولة بمصلحتها، يقود فريق. انا بتصوري استاذ عصام اذا كان الوزير في وزارته بده يتابع كل التفصيلات الخاصة بمعاملات المواطنين معه، ما فيش وزير قادر، فيش ولا مئة وزير بيقدروا يساووا هذا الكلام. اثنين، يعني احنا لما بنحكي قاعدين الان على نظرة مواطن تجاه تعديلات حكومية، ما بنقدرش نربطها بس بموضوع والله ابني ونقص الاكسجين، احنا بنحكي على شيء عام، بنحكي على سلسلة. اذا سمحت لي هسه انا خلينا بموضوعكم، يعني هسه تعديد يعني عدم المؤاخذة الوزارات زي ما تفضل السيد عصام بيضين، يعني تعديل الوزارات، ليش كثرت الوزارات؟ ليش كثرت رواتب؟ ليش كثرت التقاعد؟ ليش يعني دمج الوزارات؟ انا مع دمج الوزارات، دمج الوزارات، ولما في فترة من الفترات احد الوزراء استلم وزارة العمل وزارة السياحة، طلعنا احنا من نفس هذا المنبر قلنا تعالوا يا عمي دمج المؤسسات، ده يعني هلا دمج المؤسسات شيء ودمج الوزارات شيء آخر، يعني هذا بدنا يكون واضح إجمالا. بالله ترصد لنا رقم أخونا عامر، خلينا نشوف بالنسبة لابنه بحالة خاصة كيف نستطيع أن نحفز هينا منقول يعني تقديم خدمة لمواطن بموجب نظام وتعليمات يستحقها. نأخذ اتصال. ألو. نعم. ألو. ألو مرحبا. مرحبا سيد ياسر، كيفك؟ هلا حبيبي، معك سند الروسان. اهلا استاذ سند. سيد ياسر، بتحب انا يعني اشارك بالموضوع اللي طرحتوه، وموضوع مهم صراحه. تفضل. انا موظف في شركه خاصه. نعم. وعندنا مراقبه للاداء بشكل يومي. استاذ سند، قطع الاتصال بسند الروسان. معك سند. حبيبنا تفضل. بحكي لك انه انا موظف في شركه خاصه، وعندنا مراقبه للاداء بشكل يومي واسبوعي وشهري. هلا لما يكون في للحكومه مراقبه للاداء ونشر للانجازات
زي ما وصلني فيديو قبل يومين على حكومة بيحكوا وظفنا خلال فترة سنة أو سنتين 92,000. أنت بتحكي على حكومة نيوزيلندا؟ أي نعم أي نعم. انقطع نفسها رئيسة الحكومة وهي مش قادرة تلحق ذكر إنجازات، صحيح؟ انقطع نفسها وقامت تلاهث وأخذت فوق الدقيقتين اللي حددوا لي حوالي 35 ثانية مقطوع نفسها، وهي تعدد بس شو اللي قامت فيه خلال سنتين. نعم صحيح. فلو يكون في شيء نفس يعني يعني انه لازم ادوات الرقابه يا استاذ سند، بس للمعلومات موجوده، عندنا ديوان رقابه، عندنا ديوان محاسبه، عندنا اجهزه تفتيش اداري، عندنا هذا الكلام. ولكن السؤال، الصلاحيات المعطاه، الكادر الموجود، كيف استطيع ان امارس رقابتي وانا الشخص اللي بمارس عليه الرقابه بيقدر يقول لي وقف محلك تتحركش؟ اقول لك احنا قاعدين بنقول بمكافحه فساد، وانا ما زلت بحكي وراح اضل طول عمري احكي. اقول لك شفت هذا بتطلع عليه الميه وبضله يحكي، بدي اضلني احكي في هذا الموضوع. لا يستوي مكافحه لفساد في المملكه الاردنيه الهاشميه والهيئه قانونها مربوط برئيس الوزراء، صح؟ تمام. لن يكون هنالك مكافحه لفساد. معناته المواطن راح يظل عنده شك كبير؟ لا، بيظل المواطن عنده امل، عنده كلمه وعنده علاقه طيبه ما بين قياده ورايه. احنا تتبع الحالات اولا باول وهموم المواطن وتفرغ للاجهزه التنفيذيه هذه كلها. هذا مواطني، هذا ما يريد، اشتغلوا 1 2 3. اشكرك سند الرسان حبيبنا، تحياتي. نستمر بتلقي اتصالات أحبتنا عبر رقمنا بواسطة زين على 0796900. أهلا وسهلا بالجميع. نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم. ألو. صباح الخير. صباح الخيرات. يعطيك العافية أستاذ ياسر. يعافيك، يطول عمرك. الله يسعد قلبك أستاذ ياسر. صحيح أنا أول مرة بشارك معك، بس لكن الموضوع هذا اللي أنت تتحدث فيه الآن هو موضوع مهم، بهم من أصغر أردني لأكبر أردني موجود في هذا البلد. وطننا وحقه علينا. بمعنى إذا أنا ودي أغير شيء، والله لازم أغير نفسي من خلال مواكبة الأحداث ومن خلال اللي إحنا شايفينه الآن واللي بحصل من أحداث ومن تدهور اقتصادي إلى حد ما. ما بنحكي من الوضع بخوف، لا والله. بإمكاننا إحنا نقوم بأنفسنا. قطاع الإنتاج انتهى عنا كأشخاص، كأفراد. سيد العزيز أنا ما بتحدث عن حكومة الآن، أنا بتحدث عن أفراد، عن أشخاص. أنا في الزمانات في 94 والله بصحى، كان يكون عمري 6 سنوات، بصحى الساعة 5 الصبح، نصحى صوت البوابير، الناس بتكون صافة طوابير على البابور هذا زي الخلاط، بطحن كل إشي، قمح، شعير، على اللي ودك إياه. هذا الإشي بطلنا نشوفه. وين راحت هذه الشغلات؟ وين راحت الناس اللي بتزرع؟ وين راحت الناس اللي بتقرا؟ الناس اللي بتفلاح؟ كانت امي تخل... نعم سيدي. لا معك يا زيد، عم بسمع. العفو. كانت امي تخليني على الساعه 6 الصبح اصحى 5 ترغف ناشفات مكسرات او 3 ترغف مكسرات، وروح نبدلهم في 4 بيضات 5 بيضات من عند جيراننا. يعني قطاع الانتاج كله بشكل نهائي انتهى. انا عفوا مثال بسيط، انا مثال بسيط اللي متخرج 10 سنوات، وعفوا ما بحكي عن شخصي، أنا بحكي بشكل عام، بس بحكي كمثال بسيط. وأنا وزوجتي لكن ما في وظيفة، وش سويت؟ عملت لي مشروع صغير بأقل الأشياء، وهي الحمد لله فاتح بيت وماشي الأمور. بس لكن إذا بدي أغير شيء بدي أغير من نفسي. إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. شكرا يا أستاذ مؤيد، شكرا الله. بارك الله بيك، شكرا. نأخذ اتصال آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد صباح. اهلا وسهلا ومرحبا. صباح الوطني الجميل. يا مرحبا سيدي. حاب اشارك في موضوع تعديل الحكومه اللي راح يطرا ان شاء الله. تفضل استاذ مالك. الله يا رب يجعلها خير خير، اللهم اجعله خير زي ما بيقولوها. سيدي احنا جماعه الطفرانين حالتنا زي ما بيقولوها دائما بالشتويه، بدايه الشتويه بنقلب العجال الاماميه بنحطها خلفيه. تمام. وهذا هذا الناس اللي معهم مصاري بيعرفوش السلافة هاي. ها لا لا، هاي ما بيعرفوها. بس الناس الطفرانين بعدها ما مرقت عليهم. طيب زين. هاي خطة باب نستخدمها احنا. فيا سيدي الكريم، الأردن لا يفنى ولا يستحدث. اللي بيحصل قاعد هالأيام هاي صراحة يا دكتور
يعني إيش متعب والله، والله للأمانة إيش متعب. إحنا كشعب، إحنا كمواطنين نقعد بنرتقب، نحط هالتلفزيون قدامنا، نحط هالراديو، نرتقب تعديل وزاري، تعديل حكومة، منقولها يا رب بدنا نتفائل إن شاء الله خير، ورح يجي الأفضل، رح يجي الأحسن، رح نعمل، رح نسوي. نتفاجأ ما بأخذ الموضوع معهم أسبوع أسبوعين زمن يا دكتور، فقط أسبوع أسبوعين، خذ مصايب وخذ حالات، خذ طوارئ، خذ يعني للأمان، للأمان إحنا كشعب تعبنا والله. أنا واحد من الناس، وأعوذ بالله من كلمة أنا، خلص أنا وقفت بصراحة. أنا صرت مقتنع حاليا بشعب ووطن وملك فقط لا غير. أنا لا صراحة للأمان، لا أنا بطلع سوري بهالكلمة، لا لرئيس وزراء ولا لوزراء ولا لحكومة ولا للأمور هاي كلها، الحمد لله رب العالمين. هذا أنا بحكي عن نفسي، وأنا عندي قوت يومي. الله يكون بعون الناس اللي ما عندها، الله يكون بعونهم فقط لا غير يا دكتور. شكرا يا سيدي، شكرا على اتصالك، شكرا. ناخذ اتصال آخر. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي ياسر السوري، الله يسعد ليك صباح. يسعد صباحك يا سيدي، أهلا وسهلا. أول شيء أنا بدي أقدم شكوى عليك. جاهزين؟ لأنه أنت عامل لي حالة استنفار قصوى صباحا في البيت، يعني ممنوع واحد يحط على أي محطة ولا على أي برنامج إلا بصراحة مع ياسر السوري. يا سيدي تلفزيون ثاني ودش ثاني كل راس ما الله يعطيك العافية على هالبرنامج وعلى المهنية العالية والراقية اللي أشكر ثقتك. تسلم، شكرا. محطة تقدر وتحترم. يبارك أول شيء أنا بدي أشارك في موضوع التعديل الحكومي. تفضل. إحنا شعب الفكرة يعني دائما باله طويل، ويظل أملنا بالله سبحانه وتعالى دائما كبير إن شاء الله يا رب. وعندنا ثقة بإذن الله على بأن إحنا نمتلك قادره فعلا انها تخرج بالبلد من الازمه اللي بتعيشها، سواء كانت الازمه الاقتصاديه. الخط جدا سيء مع السيد فخري، اذا سمحتوا بتنهوا وبترجعوا تحكوا معاه لما يكون الخط يعني واضح حتى لا نهدر وقته ووقت متابعنا. ناخذ اتصال اخر. الو. نعم. صباح الخير. صباح الخيرات. كيفك اخي ياسر؟ هلا حبيبي، احنا بنحبك، بنحب برنامجك، لأنه سقف الحرية. الله يديم المحبة يا سيدي. الحرية الواعية والسقف المنطقي المقبول لحدوده السماء، ما دام بالمنطق أبدا كلنا نرحب به. أهلا وسهلا أستاذ طارق، تفضل. سيدنا فيما يخص التعديل الحكومي، بس أنا في عندي يعني استفسار إلى حضرتك وللشعب وللسيد عصام، إذا بتقدروا تجاوبوني عليه. يا أخي إحنا اليوم إذا أنت بتجيب ابنك بيكون بسنة ثالثة جامعة اقتصاد فرضا، وبتحكي له بتشرح له مشكلة الاقتصاد الأردني أو المشكلة في الأردن، في حلول علمية موجودة أكيد، فهو بيحكي لك إياه بسنة ثالثة جامعة، فما بالك الوزراء اللي بيكونوا خريجين هارفارد وييل وما إليه من الجامعات، وما شاء الله كلهم دكاترة. يا أخي هل هو العلة في أشخاص الوزراء، أم هي العلة في التنفيذ، أم في جهة بتضغط نحو عدم تنفيذ؟ لأنه مش معقول إحنا عارفين الحلول والوزراء مش عارفينها. متأكد من ذلك. يعني انت بتطرح اليوم حلول انت والسيد عصام على مدار اسبوع، والله لو مشت فيهم الحكومه الا تنحل مشاكل البلد، سواء انت او غيرك او انا او كل الشعب. فاذا يا اخي اذا كانت الحكومه واختياراتها تخضع لضغوط معينه، لازم يطلعوا يواجهوا هالبشر، بدل ما احنا رايحين للهاويه يطلعوا يقولوا احنا عندنا ضغوط يا اخي ما بنقدر نسوي، انا كوزير ما بقدر اروح مراسل في الوزاره. طيب. ردا على ما تفضلت فيه يا استاذ طارق، الاسبوع الماضي كان في لقاء جلسه، مش هيك يا عصام؟ بالضبط. كان الهدف منها تحقيق اللي انت بتحكي عنه بالضبط. بس السؤال، احنا بلقاءاتنا نخلط بين مفهومين، نخلط ما بين المشاورة والتقرير وما بين الفرض والاختار، بانه والله يا عمي هذا اللي قررناه وهذا اللي سويناه وهذا اللي. احنا المشكلة اللي شفناه بالجلسات التشاورية، هات من عندك واعطي من عندي، حقيقة شفناه بالجلسات اللي كانت في بيت الأردنيين في الديوان الملكي. والله العظيم يا عصام، أنا بتتبع إلى المؤتمر ولقاءات الحكومة مع الناس، والمايكروفون لهذا والمايكروفون لهذا، سياسات مقررة جاهزة. فاللي بتفضلت فيه أستاذ طارق صحيح 100%، ولكن نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم. ألو. صباح الخير. صباح الخيرات يا أهلا وسهلا. صباحكم يا أستاذ. هلا يا مرحبا.
يا سيدي انا حاب اسوي مداخله بخصوص التعديل الحكومي. تفضل يا سيدي. يعني هذا المسلسل سيدي احنا صرنا عدد من السنوات والسنوات واحنا بنحظى فيه نفس المسلسل. فهذه المشكله هي في التخبط في انتقاء الاشخاص. يا اخي الواحد يكون عنده شركه خاصه لو بده يعين موظف يضع شاره وينقي في سيديها. احنا باسبوع زمن بنقيم حكومه وبنحط حكومه. الوزير اللي انا اللي وزير اللي تم اختياره من دوله رئيس الوزراء بما انه بده يعدله معناته رئيس الوزراء اتخذ قرار خاطئ في انتقائه من البدايه. والوزير اللي تعدل بما انه وصل لمرحله انه ينشال من الحكومه معناته هو قصر في شغله وما قدر يقوم بالخطط الحكوميه. يا اخي وين دور الرقابه؟ وين دور المحاسبه؟ ليش انا كل فتره وفتره لازم اشوف نفس اوراق الشد بس توزع بين اشخاص معينين؟ يعني وين الفكره في الموضوع؟ هذا الوزير اللي بالاضافه لهيك الوزير لما يفشل ويطلع من الحكومه برضه باخذ منافع وتقاعدات وهذا وهذا اخره. يعني مسلسل التخبط ما بعرف. هل احنا المشكله في الاشخاص؟ هل هم محصورين باشخاص فرضا 30 40 شخص مجبورين انهم يفرضا ينقوا من ضمنهم؟ شوف كم تساؤل يطرحه محمد خليل. معقول كذا مليون مواطن في الاردن ما فيهم كفاءات بتقدر تشغل مناصب وزاريه؟ والنقطه الثانيه يا استاذ المناصب الوزاريه ليش تيجي من خارج كادر الوزارات؟ اهل مكه ادرى بشعابها. انا يعني امبارح امبارح كان في تسريب الألقاب. كان في وزير تربيه حطوا طبيب. والله هي كانك بتقرا افكاري. امبارح كان امبارح كان في تسريب لا مش دقيق 100% هي توقعات بانه والله وزاره التربيه والتعليم الاسماء المطروحه 1 و2 و3. السؤال يعني فيها امين عام رجل والله العظيم احنا على اطلاع احنا كاعلام على اطلاع 5 و6 و7 بيروح ومش على مدى مش على مدى بلا مؤاخذه حمى وزارات وتعديلات وزاريه بيداوم لهذا الوقت لا طول عمره بيداوم والفريق كله اللي عامل معه بالوزاره عارفين هذا الكلام وانطرح اسمه بالتعديل السابق ومع ذلك والله العظيم خيبت امالنا لما لم يتم انتقائه ومثل ما تفضلت يا محمد خريسات يتم استيراد بليبل خاص شخص من برا كادر الوزاره بتيجي بس بنطلع قرارات تعيين فلان مستشار تعيين علان ومنروح. طيب دكتور سامي صلايطه على سبيل بدي اذكره بالاسم مين له اعتراض على دكتور سامي صلايطه؟ ليش ما يكون هذا البني ادم العارف المداخل والمخارج يعني اكثر من امين عام للشؤون الماليه عارف المعلم الفلاني المديريه الفلانيه يعني انا حكى لي انا هذا السؤال هذه حاله مطروحه الان ليش ما يكون هذا البني ادم هو من ابن هو ابن الوزاره اللي ادرى بمداخله وخارجه وعارف هذا البني ادم كيف بيشتغل وكيف طريقه شغله وكيف يدير الامور هذه بتعطينا فرص للنجاح بدك تجيب وزير بده يقعد سنة وست أشهر بصير صاير ثلاث تعديلات بالسنة وست أشهر لغاية ما يعرف الفريق العامل معه والله أقسم بالله ما بميز بالمكتب بده سنة هاي ميز هذا موظف ولا هذا مراجع. السياسة من أساسها باكورة السياسة في انتقاء هذا الفريق مشان المسننات تمشي على بعض. ليه ما بننظر إلى هذا الموضوع مش ترويجا لسين أو صاد ولا دكتور سامي ولكن أنا بقول بملء الفم مين عنا مرشح ممكن يعطينا نتائج أفضل من هذا الاسم مثلا في وزارة التربية والتعليم. ناخذ اتصال آخر. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ ياسر الله يسلمك الصباح. يسلمك ويطول عمرك يسعد صباحك. يا حبيبي أنا يعني بدي أطرح في موضوع التعديل الوزاري أو يعني أنوه لقضية من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية. تفضل يا سيدي. إحنا مجتمعنا الأردني ولله الحمد يعني مجتمع غني ومتنوع بكفاءاته. اثنين إحنا نمتلك في المجتمع الأردني مؤسسات مجتمع مدني يعني بتمثل قطاعات كبيرة من الشعب الأردني. ممثلة بالنقابات المهنية والعمالية في عنا طبعا الأحزاب السياسية في عنا الحراكيين وما إلى ذلك. أنا كنت بتمنى في لحظة من اللحظات أن حكومتنا الأردنية زي ما عملت استفتاء على موضوع المشكلات الاقتصادية اللي بيعاني منها الشعب الأردني مشان نحط حلول يا ريت نعمل استفتاء على شخصيات وقامات وطنية قادرة أنها تنهض بواقعنا وباقتصادنا
وتحل كثير من مشاكلنا العالقة بطالي وغيره. وهذه الأسماء تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة، تدرس كل اسم على حدة، وبالتالي نشوف شو في إمكانية ومدى مشاركة هذه الأسماء من خلال اللي هو الحكومات بحقائب وزارية تتناسب مع كفاءة الشخص اللي بده يتولى. سيد فخري، لن يرى أي بلد في العالم يوم الحكومة الموجودة تنتقي أسماء وتزكيها حتى تخلفها. هذا الكلام ضرب من الخيال، هذا استحالة، هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان في عنا حياة حزبية سوية سليمة منتخبة على أسس صح، هي بتفرز من ترى بأنه الأصلح ويتحمل هذا الحزب، هذا الفريق، هذا الجناح، شو ما كان وزر انتقائه. رجع الخط، احنا بعد ما رجعنا للسيد فخري رجع الخط يقطع. اخ ياسر، سيدنا، انا لست يعني مش بقصد انه انا الزم الحكومة، لكن اليوم انا على الساحة الاردنية في بعض الاسماء بين المواطنين الاردنيين يتم تداولها انه هذا الشخص لديه من الكفاءة وعنده من القدرة ولديه من النزاهة. والله يا سيد فخري انه في كثير من الامور يغرنا المنظر وتتبدل الأحوال بمجرد أنه هذا البني آدم اللي كنا متفائلين فيه وصارت معانا وبتصير والآن عايشينها، نرفع سقف توقعاتنا بسين وصاد، ولما بيجي بتولى بلا مؤاخذة كل ما كان سقف توقعاتنا أعلى كل ما كان سقوطه مدوي وطرطشته على الأرض أكثر وصوت ارتطامه في الأرض أعلى، بتصير خيبة أملنا أكبر. ويبدو بأنه إحنا كشعوب عربية، لا أتحدث عن الشعب الأردني، كشعوب عربية مستهدفين بخيبات الأمل، طلقوا غدوا فيهم يرفعوا توقعاتهم وخيبوا آمالهم، هكذا يفقدون الأمل. فمع كل احترام والتقدير مثل ما تفضلت، ولكن أنا بدي أدخل في مداخلة، معلش تحملني يا زيد، بديش أخذ الاتصال الآن. أستاذ عصام، يعني الأستاذ فخري بيقول لك والله إحنا مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب ومجلس نواب وإلى آخره هم اللي بيفصلوا. تعرف في ذاك اليوم أول امبارح مققت عيوني على الإنترنت عم ببحث في موضوع حقوق الإنسان، وهذه مثال تؤخذ على المؤسسات الأخرى، المؤسسات السياسية، المؤسسات الاجتماعية كلها. بيقول لك من أهم المعوقات في وطننا العربي لعدم تأدية هذه المؤسسات، مؤسسات مجتمع مدني أو غيره، وظيفتها المنشودة، وزي ما بنشوف تجارب ناجحة بالغرب، بأنه هذه المؤسسات تظهر لنا بشعارات ومطالبات تتماشى مع الروح المشتركة فيما يتعلق على سبيل المثال بحق الإنسان في العيش، في السفر، في الحياة السوية، بالأمن، أوكي؟ ولكن للأسف بعد ذلك الملحوظ وهذا منشور على الانترنت بأن هذه المؤسسات تبدأ بتسويغ الهدف الرئيسي لمصلحتها الخاصة حتى تصل إلى مركز سلطوي، يعني لا تنشأ في وطننا العربي لأهداف تخدم الشعار الذي تحمله بعض مراكز التمويل. إيش تمويل اللي هي بتدافع عن حقوق مش بالضرورة، ما أنا بحكي أخذتها كمثال، أنا بحكي بالذات مؤسسات المجتمع المدني بتغير الهدف تبعها بدل ما تخدم الشعار اللي حملته وطلعت فيه وانتشرت إلى موضوع اللي هو كيف أستطيع أن أتحكم بالسلطة، كيف أستطيع أن أفرض نفسي على الدولة. صح، أنت في كلوبي بدي يصير أنا يتزكى رئيس هذا المنتدى ولا هذه المؤسسة ولا هذه الجمعية، وتفرض تشريعات وآراء وخلافنا. قبل 8 أشهر لما عصام بيضين باستضافة أحد الأشخاص سألوا عصام، قال له أنت قاعد بتفرض على رئيس الحكومة وتزكي أسماء ومش قادر يطلع عن شورك، نفى، قال له أنا اللي بشك، نعم هذه القوة السياسية هي اللي بتشكل حكومات عندنا، خلينا نكون واقعيين. نسكت؟ لا، أنا لما مسكت الجهاز وقلت لي بده بطارية فكرت بتقول لي بدنا بطانية، فبيني وبينك قلت شو اللي لخبطناه يعني. ناخذ اتصال. ألو. نعم. ألو، تفضل يا سيدي. صباح خير. صباح الورد، كيفك أستاذ ياسر؟ من الله بخير الحمد لله. معك أحمد المجالي من عمان. هلا أستاذ أحمد.
الله يسعدك وصبحك بنور النبي. يسعد الصباح. في حديثي أنا بدعو لله سبحانه وتعالى بأنه يحمي البلد وكافة البلد. اللهم آمين. ولكن يا سيد العزيز من خلال المناقشة الطيبة بوجودك ووجود الأستاذ عصام الطيبين شروات فوجدت يا سيد العزيز بأن هناك عدم ثقة الآن في عدم ثقة ما بين الشعب والحكومات المتعاقبة فعليا لسبب لأنه صراحة يجد صعوبة ببلورة التوجيهات اللي بيصدرها جلالة سيدنا الله يطول بعمره للحكومات الشغل الثاني والأهم سيد العزيز الآن معظم الشعب الأردني بيفكر إنه المسؤول خلص أنا عينتك مسؤول إنه عبارة عن وجاه وجاه صراحة إحنا بدنا مسؤول يكون عملي بدنا مسؤول يكون ذو خبرة يعني واحد بفهم بالسياسة يكون بوزارة التنمية السياسية عفوا أنا لا أنتقد شخص واحد بالسياحة يكون في وزارة السياحة واحد بالصحة يكون بالصحة للأسف الآن كل ثلاث شهور أربع شهور تغيير هذا يرهق الموازنة ويرهق الشعب ويرهق السياسات المتعاقبة يا رجل يرهق اتفاقيات ولقاءات معدة واجتماعات انت تخيل لنفترض كان وفد من الكونغرس الأمريكي مرتب على أساس بده يلتقي مجموعة من هذا البلد الطيب والله حاطين ببالهم بدهم يلتقوا عصام بيضين وياسر نسور وزيد خلال شهر بلاقوا ولا هم عبارة عن أحمد عوينات ومحمد الأعرج غير الناس اللي صار لهم ست شهور بنسقوا معاهم ويفهموا كيف فكرهم والداول هم ما وهذا ينطبق على كثير من الأمور تفضل كمل نعم صحيح فيا سيد العزيز هاي أول مشكلة المشكلة الثانية سيد العزيز للأسف الحكم الأول والأخير بإيد المسؤول الآن بتعرف إحنا بلد مؤسسات كل مؤسسة لها نظام داخلي مشكلتنا يا سيد العزيز للأسف إنه أي مسؤول بيجي بربط كل إشي بإيده الآن أنت عندك معاون وفي عندك مساعدين وفي عندك مستشارين للأسف تجد هون إنه في تخبط يعني أنا قاعد بحكي لك كابن شعب ومن هذا الشعب يعني الآن أنا قاعد بطلع لما أقول إنه العجز في الميزانية 34 مليار طيب هذا يمكن ابني يسد هاي الميزانية مش يمكن ابن ابنك رح يسد هذا الموضوع فأنا قاعد بحكي لك هذا الواقع سيدي يعني أنا بدي أعذرك يعني 10 ثواني حتى فاصل التاسعة تختم لي اللي بدك إياه يا سيدي اللي بدي أختم لك إياه أرجو من الله سبحانه وتعالى إنه الحكومة الجاية تكون مثل ما بده الشعب ومثل ما بده هذا ما نتمنى هذا ما نتمنى دائما وأبدا أشكرك أستاذ أحمد المجالي عصام وردني رسالة تصدقش من وين من نيوزيلندا بلاد الكيوي شوف شو بتقول من حبيبنا أبو الليث يقول بتهون علينا الغربة تعال زورنا وأهلا بيك دعوة إلى نيوزيلندا الأربعة الجاي لحالك هون أنت أو مع عمار مد الله الأربعة حبيبنا وأخونا وصديقنا متابع البرنامج عبد الكردي الله يسعد صباحك وتحياتنا للعائلة الكريمة وكل جاليتنا التي تتابعنا خارج حدود وطننا نيوزيلندا ولا آخر أصقاع الكرة الأرضية وتحياتنا للعائلة الكريمة وخص نص لا مرح صباح الخيرات أهلا وسهلا نستمر متابعينا يبدو عصام ما فيش عندنا فرصة نأخذ من المعلومات تقدر هيك سريعة سريعة يعني دائما المشكلة التي أصبحت تعاني منها الوزارات أن هناك خطط توضع عندما يأتي وزير على الأغلب تنسف هذه الخطط ونعيد من جديد وتعاد الأمور إلى المربع الأول النقطة الثانية أنه الآن ما في اهتمام بالطبقات الفقيرة أو الطبقات الشعبية في التعديل ولكن هناك نخب مشغولة في تزكية أسمائهم وأبنائهم وأصهارهم للدخول في أصحاب المعالي وهم يهيئونه منذ سنوات في الدراسة بالجامعات الأجنبية قاعد بتعترض ما أنت دائما بتقول بنحكاش قدامك إشي تجيك تلفونات تتواسطوا عندك دزنا بالحكومة الجديدة قبل شوي جاء تلفون بيقول له يلا لحق روح اشتري البدلة قال بيقول له انت ما بنحكي قدامك ما بنحكى ما فتحت التلفون قدامي مو بدي احطك سبيكر يعني ما هي ظاهرة الاستيزار ابو احمد تفضلتوا طب ليش انا بيجينيش تلفونات ابو احمد لا يعني ظاهرة الاستيزار انه الكل بده يكون وزير فهي اجى اتصال يعني شو بده تعبت الله اتصال اقسم بالله العظيم انه هذا يعني طيب ما هذا اللي احنا بنحكي فيه نمط بلدنا كيف عند البعض يعني
اقسم بالله هذه سهولة عملية الموقع مش نمط، هذه مرض اقسم صح. بالله بانها مرض صح اقسم بالله اقسم بالله. انا بقول احنا قاعدين بنلوم الحكومات ورؤساء الحكومات والقوى السياسية اللي بتضغط مشان يتعين زلمتها ولا شو الجنس الاخر من زلمتها المحسوبين عليهم لا ستتها زلهم. ستتها بدل زلمتها ستتها حتى تتبوأ موقع معين فئة عليا وزير أمين عام شو ما كان. والمشكلة بأنه إحنا عارفين بأنه ليس لدينا قدرة وعارفين بأنه إحنا ما بنقدر نخدم بهذا الموقع وإمكاناتنا محدودة. يعني أنا مش فاهم شخص 4 أشخاص في بيته مش قادر يسيطر عليهم مش قادر يحكمهم بتولى موقع كيف؟ بس هذا اللي بدي أفهمه، نفسي أفهم كيف يتولى موقعا أقول لك يحكم فيه شبه. كادر لأنه شافوا الأمام كثير أنه ناس عاديين شافوهم. حكينا قبل شوي حكيت لك عن أحد الشخصيات شو كانت سهولة الوصول إلى المنصب فخلت أي إنسان أنه لديه القناعة أنه أنا بدي أصير. والله يا أخوي دقت كعب وزرنت هذه يعني وعزيمة غدا بفندق من الفنادق يعني وزرنا. ما هي المعايير هي بعيدة عن سلطة الجرجير سلطة الجرجير وزرنت ليش احنا قعدات مزارع عزايم دواوين عشاء يعني فهي سهولة هذا الأمور جميعا أدت إنه الجميع يرغب إنه أنا بدي أصل. فكنا من شرك أنه أخذ اتصال. ألو نعم خير وبركة خير وبركة خير وبركة. اتصال آخر. ألو نعم هلا صباح الخير. يا صباح الخيرات تحياتي أبو أحمد. يا حي الله يا مرحبا أبو أحمد. أنا بدي أشارك في موضوع التعديل الوزاري. تفضل أستاذ عمر سريعا إذا أمرت. هلا أنا عم بلاحظ أنه في الوزارات الأخيرة صار عم بيميلوا أنهم يجيبوا الوزراء ذو الطابع السياسي طابع سياسي أصحاب الخلفيات السياسية بيكون هدفه يقنع الناس بالأزمة أكثر من أنه يفكر في حل الأزمة. أها يجعل الناس قابلة للأزمة أكثر ما يحلها. بالضبط هو جاي عشان يقنع الناس بتقبل الأزمة أكثر من أنه هو. والله يا عمر أنه هذه أول مرة بتمر علي بس فكرة روعة بصراحة. بالضبط هو أكثر من أنه شخص متخصص يجي يحل الأزمة. يعني إذا يعني عم بلاحظ هاي المشكلة كثير عم بتصير يعني في اختيار الوزراء. فهاي المشكلة اللي بصراحة اللي احنا بنعاني منها يعني ما عم نشوف شخص متخصص. وبالإضافة انه كل رؤساء الوزراء اللي بيجوا في الفترة الأخيرة مش راضي يقتنع انه جزء كبير من الوزارات هي ذات طابع مهني بحت مش ذات طابع سياسي. يعني لا وإذا لاحظت يا أستاذ عمر وأنا شاكر اتصالك ومداخلتك ولكن هي من خلال أخونا عمر المتصل معنا لكل من يتابعنا مش ملاحظين بأنه احنا أخيرا بالحكومات الأخيرة عم نسمع على خلافات بتصير في مجلس الوزراء ما كناش نسمع عنها في مجال السابقة. ما كناش نسمع عن الخلافات. وزيرة قدمت استقالتها وقالت له والله ما برد عليك وهي استقالتي بعتتها واتساب. وسمعنا عن صراعات صارت بالحكومة الحالية ويعني ما في تناغم ما في تناغم. صعب لما تكون في عندك وزير بنفس الفريق إنسان من العسكر القديم واللي أثبت نجاعة مع المسميه مودرنايزد هذا تكنوقراطي اجتماعي. والسؤال الأهم اللي بيطرحه كل مواطن بسمعنا الآن الأهم سؤال لماذا خرج الوزير الفلاني ولماذا عاد الوزير الفلاني؟ ما هي أسبابه وما هي المبررات التي أدت إلى خروجه والحاقه في شركة ومن ثم عودته بتشكيل موازين آخر. وحسابات يعني قصدي هذه أسئلة بقول موازين لك وحسابات. رجع بغيب له فترة استراحة محارب. ليش احنا ما بنرضي مثلا والله جهة معينة من هالأردن جنوبا شرقا شمالا غربا بس في كفاءات بتكون بأي منطقة. يعني ليش هالعلبة محصورة بعدد من الأسماء بالاختيارات؟ عصام بدي أشكرك جزيل الشكر حقيقة وأشكر متابعينا أولا وأخيرا على هذه المتابعة. لو فتحنا باب الاتصالات صح. وأخذنا حسب ما يرد لن ننتهي ولكن هذه ثقة غالية على قلوبنا إن شاء الله يا ربي نبقى دائما صاينين لها ومحافظين عليها وعلى قدرها بأمر الله. شكرا حبيبنا
نلقاك الأسبوع المقبل. تسلم بالخير والله، يمضيها التعديل على خير. متابعينا الأكارم، غدا خميسي، صار تعديل ما صار تعديل احنا ما لناش دخل. يوم الخميس تبعنا بصراحة مختلف، والسبب انه من الأحد للأربعاء يكفي من ثقل المواضيع التي تطرح والمواضيع الجسام التي يتم الحديث عنها، يكفي متابعنا من الأحد إلى الأربعاء. فغدا يعني نتوقع أن يكون هنالك اقتراحات تمضي فيها حلقتنا، نناقش نجادل ونطرح النظرية ونظرية الضد. حتى صباح الغد أمنياتنا دوما وأبدا لأردننا الخير، بكل الخير، والسلام عليكم.